وزيدك من صلاة عليه، نشرب من إيديه يوم الحشر ننده عليه. قلبي والله طاير إليه، صلوا يلا عليه صلوا. إيمان، إيمان، لو هتكلم عن الفنون الصوتية زي الغناء والإنشاد وإلقاء الشعر، هلاقيهم من أرقى الفنون وأقربهم للقلب. النهاردة معانا منشدة رائعة حاصلة على لقب أصغر منشدة بمحافظة الشرقية. زملائها في الجامعة أطلقوا عليها نجاة الصغيرة. ليه؟ لأن صوتها بيشبه نجاة في دفئه وبروعته، لكنها قررت فجأة التحول من الغناء إلى الإنشاد ومديح النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نرحب النهاردة بإيمان ونعرف إيه قصة إيمان ونجاحها وإيه حكاية تحولها من الغناء للإنشاد. إزيك يا إيمان، ونورتي نبض البيوت. حبيبة قلبي، منورة بوجودك طبعا. احكي لي بقى يا منى. أنا دخلت الإنشاد الديني من سنتين بسبب رؤية شفتها في المنام. بسبب؟ رؤية شفتها في المنام. كانت عبارة عن إيه بقى الرؤية؟ أنا شفت ناس لابسين أبيض. في شخص من الناس دي كان ما شاء الله جميل جمال لا يوصف. قال لي: إيمان ما تغنيش، قولي صلي على النبي وتبسم. وانت دي ربنا كانت نقطة التحول. انا شفت الرؤية دي 3 مرات. بس كل مرة بقى كانت مختلفة عن المرة اللي قبلها، بس بنفس الكيفية. بنفس الكيفية والناس اللي لابسين ابيض. بعد كده بقى بدأت قصتي بقى في الانشاد الديني. كنت ناوية ان انا اسجل اغنية. كان متزامن وقت الرؤيه مع ان انت رايحه تسجلي اغنيه. كنت رايحه اسجل اغنيه. بعد ما انا شفت بقى الرؤيه دي حياتي كلها اتحولت بقى. سالت ناس كتير قالوا لي دي اشاره من ربنا ان انت تدخلي الانشاد الديني وان شاء الله هيبقى ليكي مكانه خاصه. سبحان الله، رؤيه تغير مسار بني ادم. عملت بقى حاجه، ثلاث اعمال. انشوده صلوا يلا عليه، كلمات الرائعه، شيرين سعد شاعره جنوب الوادي، تخطت ال 13 مليون مشاهده في اقل من شهر. وعلى ده على رابط واحد بس، لكن على جميع المواقع وكده جايبه 70 مليون. طب انا ما اقدرش ما اسمعهاش حضرتك، اتفضلي. اتفضلي. صلوا يلا عليه وزيدوا كمان صلاه عليه، نشرب من ايديه يوم الحشر ننده عليه. قلبي والله طاير إلي، صلوا يلا عليه صلوا. أما ناداني على بابه رحت له، وقفت عنده وهمي شرحت له، وادعي واقول قرب وانول يا رب. دي روحي مشتاقة لي، صلوا علي صلوا علي صلوا يلا علي وزيدوا كمان صلاة علي، نشرب من ايديه يوم الحشر ننده علي. قلبي والله طاير إلي، صلوا يلا عليه صلوا. هو حبيبي وشفيعي ومقصدي، حبه هدايا لروحي ومطلبي، حبك يا سيدي يجري في وريدي، واسمك في قلبي مرسوم علي. صلوا علي صلوا علي يا أمة محمد، قوموا يلا نصلي عليه ونسلم ونشهد إنه ربي راضي عليه. وذكره تردد في السماء وحبي، صلوا يلا عليه صلوا. عليك يا امين، ربنا يزيدك يا رب. ربنا في سؤال بقى ايه عايزه اساله لك، هل درستي مقاومات صوتيه
ولا انت اكتفيتي بالموهبة والموهبة فقط؟ بصي، انا اول ما بدات، اول بدايتي كانت غنى، فانا كنت بدرس في قصر الثقافه وكنت بتدرب على ايد دكتور محمد مطر. يعني كانت البدايه دراسه، بس كانت ولكن غنى. كان الهدف غناء ولكن كان ليس غنى، انشاد. لكن الانشاد الديني لسه. تمام. مستنيه بقى ان شاء الله. انا لسه كانت اخر سنه في الجامعه السنه دي. ما شاء الله ان شاء الله. ما بقى قلناش بقى خريجه ايه ان شاء اداب. الله هتبقي يعني اداب. اداب لغه عربيه ما شاء الله. طيب لو جيت يعني في حاجه كده ايه دايما او سمعتها لك لفتت انتباهي انا شخصيا غنيتيها لحبيبتنا كلنا مصر، تقولي ايه؟ لمصر بلدي ومش هنكد فيه. يلا بينا. كلمات الشاعره شيرين سعد، انا بشكرها جدا على الهوى بسبب كلماتها الجميله اللي دخلت قلوب الناس بسرعه، وحبنا دايما في الوطن، دايما بنقدم الفن الهادف الجميل اللي الناس بتحبه بسرعه، فاحنا عملنا كلمات جديده على لحن اغنيه اصاله. يلا بقى سمعينا احلى حاجه لمصر. بلدي ومش هنكر خيرك، ومن يا بلدي هنا غيرك، انا قلبي طول عمره اسيرك، ولا عمره ينسى يا بلادي، مهما عدوك وقالوا عنك كيد الاعادي منك، المجد بيك ويجي منك، والنيل بيجري في الوادي، الميت مالت في سلطانك، واستطاع صبرك وإيمانك، وريه راياتك في زمانك، بتقول بإنك محفوظة، شوفي يا بلدي يا ولادك، كتبوا تاريخك وقصادك، علوا بأساسك وعمادك، ولا يوم سابوك مغلوبة، وبدمي أنا عدت باسمك، وأفخر بنصرك وبحسمك، وكل من كان يوم خصمك رجع بيندم على لومه، أصلك يا بلدي ولا ده فيك العبقرة بزيادة، كوادر خطيرة فوق العادة، واسمك ده ربي بيصونه. حبيبتي بجد يا أمين رائعة رائعة رائعة، أجمل منشدة وأجمل إيمان أبو العيلة، بتمنى لك كل خير وتوفيق وسعادة. شكرا لضيفة النهاردة، وختاما مستمرين بأمر الله لتحقيق هدفنا من خلال برنامجنا وبرنامجكم نبض البيوت. يلا بينا نطلع تقرير وأشوفكم بخير. إلى اللقاء.